اليوم جاي يمرض عنا طفل وين نحتار بمرة نجيب خوز ناكل إلا نجيب أدوية للأطفال. يعاني سكان مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة نقصا حادا في الأدوية والمواد العلاجية، يولد بطبيعة الحال ارتفاعا في أسعار المتوفر منها. الأهالي تحدثوا عما اعتبروه حصارا لهذا القطاع الإنساني، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار يرافق أيضا الأدوية العامة والمسكنات، ما يجعل الوصفة الطبية التي يحددها الطبيب لمريضه تتطلب مبلغا ليس قليلا مقارنة بدخل المواطن، إذ يشمل النقص أدوية الأمراض المزمنة أيضا. قاعد اشتغل على المتور اخيو، قاعد نجي يمرض طفل، طفل يعني انا ولا زوجتي، نجي على صيدلية اسعار غالية، ادوية غالية، تروح على صيدلية على غير صيدلية الساعة الاغلى، اليوم الطرف الاستيتامول اليوم حقه 4000، بكرة الله اعلم يصير 6000 7000، وما نقدر على هالاشي هذا. اليوم راس العين كلها محاصرة، محاصرة من قبل قسد ومن قبل النظام، قاعد تفض ادوية باسعار هائلة. اليوم حب التهاب اليوم 15000، صار 15000، بكرة يصير 3، جاي مغادر 5000 ما يصير لهين، بكرة يصير 20 و30 و40. عدم توفر التجار المختصة بتجارة الأدوية، ومنها أنه والسبب الأهم هو الطرقات اللي المنطقة المغلقة منعزلة عن تقريبا عن سوريا وعن كل العالم. طبعا يعني الأدوية في منها كثير يعني ما متواجد، يعني أنا مرة أتذكر أنه في واحد من الأدوية بالفعل يعني كنت دورت عليه لا بالمشفى ولا بالصيدليات كان متوفر. كثير من الناس لا يستطيع أنه يدخل على الصيدلية ويشتري الوصفة الطبية اللازمة، ولذلك تجد الناس يعني عنده مريض بالبيت فقد يعني يعمل على علاجه بالعلاج الطبيعي من خلال الزهورات وما للزهورات وكذا، لأنه لا يملك أساسا أنه يشتري وصفة طبية بسبب غلاء هذه المادة. والله عم تعاني من عدة مشاكل الصدريات برأس العين، أول شيء نقص الأدوية المزمنة وأدوية الالتهاب والأدوية بشكل عام نقص، وغلاء الأسعار بسبب الضرائب المفروضة، الطريق اللي من الرقة أو الحسكة لهنا إذا كان هناك يبيعونه ب2000 ليرة، هنا بدنا يبيعونه ب4000، لأنه راح يفرضون علينا على الساتر ضرائب وراح يفرضون علينا طريق. إيش قد الضرائب عليكم؟ 50%. تقع رأس العين بمحاذاة الحدود التركية، يسيطر عليها الجيش الوطني وتحيط بها جبهات القتال مع قسد، كما تعتبر الحدود التركية منفذها الوحيد. الأهالي يطالبون الجهات المعنية بالعمل على توفير الدواء عبر الاستعانة بالمنظمات الطبية ودعم المراكز الصحية والمستشفى الوطني. المجلس المحلي في المنطقة تحدث عن أسباب المشكلة والسبل التي يتبعها في سبيل توفير الأدوية، مع الإشارة إلى أماكن توفرها. الدواء الذي يأتي من الجهة الطرف الثاني من قصد ونظام أسد هو دواء عليه ضرائب كبيرة جدا قد تصل إلى 80%، هناك بعض أدوية كمان عم تصل جزء منها فاسد. دائما في اجتماعاتنا وفي كل مقراراتنا نجتمع ونؤمن المادة الدواء عن طريق الأخوة الأتراك إلى 90%. اليوم الناس عم تصل الأدوية منين؟ عم تدبر حالها؟ تدبر حالها عن طريق المشفى الوطني في مدينة رأس عين والمراكز الصحية المتواجدة في مدينة رأس عين والريف الواسع في مدينة رأس عين.